فهني واقفين على اثر الرساله اللي طرشها ناصر، يقول بان هو قوي وجاي لندن. احنا نقول لو انت قوي كان اعلنت وين انت بتكون. طبعا احنا بطرقنا المعروفه عرفنا وين هو. طبعا هو منخش داخل الفندق، ومثل ما صار ديك المره في حصار كلارجيس انخش داخل الفندق وما طلع. فاحنا نقول لو انت رجال يا ناصر اطلع لنا واجهنا، احنا هنا جايين لك يا ناصر يا البطل، تقول انت قوي وانا الاول في كل شيء، يلا احنا جينا لك هنا، يلا قمت علينا. اذا انت رجال صدق والرجال تعال اطلع لنا، بس انت جبان، انت ناصر جبان. انا اقولها لك، انا موسى عبد العلي اقول لك انت ناصر جبان، وهي صوره ابوك شوفها مقلوبه، ابغيك تجي تعدلها. اذا انت رجال تعال اعدلها.